Aujourd'hui, notre pays jouit d'une constitution moderne qui garantit les libertés fondamentales, comme la liberté d'expression, de circulation, le droit de fonder des partis politiques, et de même, elle consacre le principe de la séparation des pouvoirs. في بالك اللي اعطينا فيزا لتاسيس رابطه نتاع حقوق الانسان خممنا فيك انت باش تكون في المقدمه رجل قانون دستوري غيور ما لقاوش خير منك للدفاع على مواقف الحكومه تبعوا فيهم على جريده ممنوعه قريت جريدتهم تعب كل تشويه في سمعه النظام شنو السبب اللي لقيتها متعرفش نعمل جوكينج قالوا لي هدى وقفوها وقتاش هذا كيفاش سبلت لك على كل الحكايه هاي شذر أمن الدولة يلزمك تطلع الفوق هذه اعترافات قدام اعترفت تحت الضغط والفصل الثامن من الدستور اللي يضمن حرية التعبير نسيته نسيت شكون قراهولي فما حاجات ما تتقراش اسمها ريزون ديتا كحقوقيين واجبنا ندافع على تلميذتك أنا متأكد اللي خطايا ما تكون كان غلطة يلزم العدالة تكون بالمرصاد لهالانجرية الحمراء اللي قاعدة تتفشى في البلاد تحبش تهز لهم شوية عسيد المساجين نتاعك فاش قام عندهم عائلاتهم من الجهة المقصوفة صاحبتك حرية عدالة مستقبلة إذاعة حرية عدالة مستقبلة إذاعة حرية عدالة مستقبلة لازمك صحة معانا ما نجمش تخمم في يدك خمسة دقائق